نروح بقى مع بعض انا وكريم ونشوف الفائز بالجائزه والتوقع اللي حصل على مباراه الاهلي وريال مدريد. وبصراحه كريم كانت مفاجاه. قعدنا ندور وتيم السوشيال ميديا يبص ويشوف لغايه لما فاز بتيشيرت النادي الاهلي الكابتن مصطفى النحاس. هو بصراحه توقع النتيجه بشكل غريب 4-1 للريال. ماشي يا مصطفى، مبروك الفوز بتيشيرت النادي الاهلي المقدم بالتاكيد من خلال شركه جي ال سي، شركه الدهانات الاولى في مصر، ومن خلال برنامج في كتفك يا اهلي عبر صفحه يلا كوره وصفحه جي ال سي سبورت. وتيم السوشيال ميديا تواصل معاك عشان يبلغك بتوقيت استلام الجائزه. يا بختك يا سيتي، مبروك التيشيرت، وتوقعتها بشكل يعني كان صعب على كل نتوقع النتيجه دي يا كريم. اكيد طبعا، مبروك لمصطفى، ربما يكون هو اللي يعني بخلاف مشجعي ريال مدريد هو ربما يكون برضو احد السعداء النهارده بالحصول على الجائزة. ألف مبروك ليك يا مصطفى. نمشيها، ممكن يكون مدريدي. ممكن. طيب. في كل الأحوال احنا يا جماعة لازم يعني الناس كلها تتقبل الخسارة ويباركوا للي كسب وما فيش أدنى مشكلة، ودي مش نهاية العالم يعني. طيب نطرح برضو نفس السؤال. نعم. على مباراة فلامينجو إن شاء الله. توقع نتيجة مباراة فلامينجو البرازيلي والأهلي في تحديد المركز الثالث يوم السبت، ولا توقع النتيجة؟ هيفوز معانا أيضا بتي شيرت الأهلي مقدمه من شركه جي ال سي، شركه الدهانات الاولى في مصر، وباذن الله ان شاء الله يوفق صاحب التعليق بقى والتوقع، ويكون الاهلي يا رب باذن الله فايز بالمباراه والميداليه البرونزيه ان شاء الله. برضو بنوعدكم باذن الله بعد نهايه المونديال والعوده للمباريات المحليه ومباريات افريقيا باذن الله هيكون في جوائز كتيره متعدده من شركه جي ال سي للحلقات الجايه باذن الله. دايما تابعونا في كتفك يا اهلي مع جي ال سي، وباذن الله باذن الله باذن الله لنهاية الموسم ده معاكم بإذن الله. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.